كابتن جامع، رايك في الشوط الثاني والمباراه بشكل عام، وهل الاتحاد السكندري كان ممكن يفتقد النهارده على فكره النقطتين مهمين جدا، والايجابيه على الجون ما كانتش يعني النسبه الكبيره اللي تقول كان فيه ايجابيه، كان فيه بيوصله بيروح بس ما فيش فعاليه على الجون قوي يعني. لا بص، هو الكابتن ايمن قال كلمه مهمه جدا، ان انا مستسهل المباراه واي وقت هجيب جون. لا ده مش في الكوره الكلام ده طبعا، يعني، الموضوع ده لولا ضربة الجزاء اللي اتحسبت وكانت ممكن ما تتحسبش. طب كنت خرجت بنقطة، كنت خرجت بنقطة في مباراة سهلة جدا، سهلة جدا يعني، في كل الأحوال أو في كل الـ يعني اللي احنا اتفرجنا عليه خلال الشوطين. لا الاتحاد متفوق بشكل كبير. أي نعم كان ممكن يخسر، وهو ده اللي أنا قلته لك بين الشوطين، إن أنا سايب المباراة مش عارف نتيجتها ومش عارف هي رايحة فين، لأن لعيبة الاتحاد حاسة إن أنا طول ما الكورة معايا وبشتغل على المرمى وبضيع فرص، ان المباراه سهله وان انا هحرز هدف في اي وقت، وده فعلا ما حصلش. انت ما قدرتش ان انت تحرز هدف غير من ضربه جزاء. فريق الحرس بيلعب على قد الامكانيات اللي موجوده عنده، يعني هي دي الامكانيات المتاحه. والغريب بقى انه يعني في ملاحظه غريبه جدا، ان كل اللعيبه المحترفه يعني بتاعه حرس الحدود ما بيلعبوش. يعني انا جايب 4 لعيبه كلهم من نيجيريا، اللي هو ايمانويل ديفيد وكينجزلي كوكو فالنتاين اودو ده برضو، وفي واحد نيجيري مش عارف حاجه والي برضو. دول 4 لعيبه، الاربعه من نيجيريا كاتبين لنا زمايلنا في الاعداد. الاربعه مش موجودين في الملعب. فطب امال انا جاي يعني جايبهم ليه؟ طيب يعني في 4 لعيبه محترفه مع حرس الحدود، الاربعه ما فيش ولا واحد منهم في الملعب. فانت يعني كلهم على دكه البدلاء، وكلهم حتى لما نزلوا في فالنتاين اودو ده نزل، وكينجزلي نزل، هو اداهم بس اداهم برضه في دقائق يعني، في الدقيقه 87 نزل 2 لعيبه منهم، وفي الدقيقه 46 نزل يعني واحد منهم. يعني ما فيش اي تواجد. بس خلي بالك جمال بيقول نقطه بعيد عن المباراه بقى. طبعا يعني طبعا صح يعني خلي بالك ان انا ابقى عندي محترفين مش موجودين يعني اما يبقى عندي 5 اماكن للعيبه محترفه، فالمفروض يعني على الاقل يبقى في 4 في الملعب. صح يا كابتن ولا ايه؟ ده اكيد صح؟ لا مش صح، ده هو ده اكيد يعني. وكمان انا في وضع صعب في الجدول، ف يعني لازم يعني لما بجيب لعيب محترف المفروض ان هو افضل من اللاعب المصري اللي موجود عندي. فالمفروض يبقى في اضافه، لانه اكيد اللعيبه دي بتاخد فلوس يعني طبعا. مش فلوس مصري يعني، بتاخد بدولار. فيعني الموضوع بيبقى يعني اوفر على النادي يعني، في الرواتب وفي في العقود وكده. طب انا جايبهم ليه يعني؟ تعاقدت معاهم ليه اما هم مش يعني مش على نفس مستوى حتى اللاعب المصري؟ اكيد، ما انا لو هو على نفس حتى المستوى المفروض ان انا العب. انت طبعا جايب ناس اقل من اللعيبه المصريين اللي موجودين عندك. توقيتات نزلهم في الملعب ما هو ده 87 في اتنين نزلوا في الدقيقه 87 يعني كانهم ما لعبوش، يعني لعبوا 4 دقائق يعني، كان يعني مش محتاجهم. فمعرفش، دي نقطه غريبه جدا بالنسبه لحرس الحدود، لان كمان بقول لك انه وضعهم صعب قوي في الجدول، فانت جدا محتاج اي حاجه المفروض ان انت يعني تتشعبط فيها زي ما بيقولوا يعني. فدي نقطه يعني انا شايف ان هي نقطه مهمه جدا، لازم يعيدوا النظر في قصه اللعيبه المحترفين على العكس الاتحاد. يعني الاتحاد زي ما قال كابتن ايمن، عندك مابولولو وعندك اوستن اموتو، لما الاثنين بيلعبوا، ومورو ساليفو برضو من اللعيبه المهمين جدا. فعندي 3 لعيبه لو هم المفروض في حالتهم الطبيعيه المفروض ان هم يكسبوني على الاقل، مابولولو وموتو الاثنين. وعندي برضو في لعيب اعتقد برضو على دكه البدلاء كان من اللعيبه المحترفه، عبد الله نصيب برضو نفس القسم يعني، بيبقوا ليهم تواجد. انما اقوى 2 طبعا اللي هو مابولولو وموتو وساليفو، برضو لعيب مهم جدا بالنسبه لخط وسط نادي الاتحاد. فهو ده الطبيعي، ان انا لما اجيب لعيب محترف المفروض لو انا جبت 5 لعيبه، الاماكن اللي عندي متاحه ان 5 لعيبه، المفروض الاقي 4 لعيبه موجودين في الملعب. صح. في اي فرقه، يا اما ما اجيبهمش يعني، اجيب بقى واحد اللي هو يبقى موجود معايا، يبقى في الفرقه بلعبه، والباقي خلاص يبقى اسيب الاماكن مش محتاجهم، وعندي نفس الكواليتي موجود في اللاعب المصري فمش محتاجهم. بالظبط كده.